نالت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة جائزة أفضل وزيرة سياحة لهذا العام، والتي يمنحها المجلس الدولي لرابطة كتاب السفر في منطقة المحيط الهادئ في ITB برلين. وأوضح المجلس الدولي لرابطة كتاب السفر أن هذا الفوز جاء لقاء الإنجازات التي تحققها الوزيرة الصيرفي في تنمية قطاع السياحة والسفر في مملكة البحرين، وبشكل خاص جهودها في مجال دعم منشآت القطاع السياحي الخاص ومساندتها في التعافي السريع والمستدام من آثار الجائحة. كما أوضح المجلس أن من ركائز فوز الصيرفي بهذه الجائزة هو ما بذلته من جهود من أجل الترويج لبلدها البحرين مع دول الخليج العربي كمنطقة جذب سياحية واحدة. بدورها قالت الوزيرة الصيرفي أن هذه الجائزة هي ثمار عمل مختلف كوادر ووزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والقائمين على منشآت القطاع السياحي الخاص ومختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، وتبرهن بشكل خاص على تمكن الجميع ضمن فريق البحرين الواحد من تجاوز التحديات التي مر بها القطاع السياحي خلال الجائحة واستعادة القطاع لمكانته ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن هذا التكريم الدولي يسهم أيضا في لفت المزيد من الأنظار نحو القطاع السياحي في مملكة البحرين ويدعم الجهود الوطنية العاملة على الترويج لهذا القطاع. ولفتت أيضا إلى أن حصولها على هذه الجائزة يبرز التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية بدعم من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.